أهلا ومرحبا فيكم ونبلش معكم الفقره الحواريه الثانيه طبعا فقرتنا ايضا مميزه اكيد راح نشوف من خلال هالانترو على الضيف اكثر ولكن اليوم معنا فنان عالمي كويتي محمد مراد اليوم حقق العديد من الجوائز من خلال السنوات الاخيره تفوق فيها على أكثر من مسابقة في مسابقات عالمية وعلى أكثر من مصور أخيرا حصل على المركز الأول في مسابقة مونت فوتو اللي أقيمت في إسبانيا عن لوحة المسيطر إن شاء الله كون قلتها صح صح وحصل على المركز الثاني في مسابقة السلحفاة الذهبية عن لوحة رؤية ضبابية رح نتعرف أكثر عليه من خلال هذا الانترو ونرجع لكم حقق المصور الكويتي العالمي محمد مراد العديد من الجوائز الهامه خلال فتره زمنيه قصيره خصوصا المركز الاول في مسابقه مونت فوتو في اسبانيا والمركز الثاني في مسابقه السلحفاه الذهبيه عن لوحه رؤيه ضبابيه ليضيف مراد الى سجله العامر بالعديد من الجوائز انجازات اخرى ويستمر في مشواره لتوثيق أهم اللحظات في مختلف أفرع التصوير حاملاً على عاتقه حلم رفع اسم الكويت عالياً في مختلف المحافل الدولية، ومتحدي بأعماله العديد من المصورين من مختلف أنحاء العالم، اليوم ضيفنا في عسيف المصور محمد مراد راح نتعرف منه على كواليس فوزه بجائزتين خلال أيام، ورحلته مع التصوير الفوتوغرافي، هيا من يانا ونور مكانه. مسي عليك بالخير اخوي محمد ورحب فيك في استديو عسيف الفن التصوير ترى فن جميل ويمكن في ناس تقول عنه سهل اخذ كاميرا غاليه وعدسه وزوم وروح صور وطلع هذه الصوره قبل أن ندخل بهذه التفاصيل نبيك تشرح هل فعلا تصوير امسك هذا الكاميرا وضبط الفوكس وصوره بس اول شيء مشكورين على الاستضافه لا طبعا هو مو شذي هي الفكره طبعا اكيد عندك المعدات قويه اكيد الصوره بتطلع احسن مم. احنا نقيسها شلون مثلا الحين لو انا مثلا اعرف اسوق سياره سباق رالي مم. اذا السياره ما تساعدني ما راح افوز لو انا فنان واذا كانت السياره ف... غاليه وانا ما اعرف ما راح افوز فهي نفس الشيء بالنسبه حق التصوير التصوير في مصورين عالميين فازوا بصور قبره اللي هي مم. سعرها كم 110 او شيء صحيح فهي ما لها شغل بالكاميرا والسعر كثر ما هو فكر المصور نفسه نظرته فكرته شلون يخطط حق الصوره هو شنو يبي يوصل في مصورين تحب تصور الارت في مصورين تحب تصور النواحي البيئيه يعني يصور يشوف مثلا اماكن مشاكل بالبيئه مم. يعني في تخصصات بالوايد لايف فما لها شغل يعني انا ما اعتقد الكاميرا لها دور كبير أنا أعتقد مساعد مساعد هو المصور هو الأساس يعني آه. نعم يمكن أول شيء خليني أبارك لك على الجائزة أو المركز الأول اللي حصلت تستاهل من خلال الصور اللي شفناها استاهل. تبارك الرحمن يمكن سألتك تحت الهواء أن هذه الصور يعني فعلاً طبيعية ولا تم تعديلها ومثل ما نعرف احنا الفوتوشوب وغيره ها. فنبي نبي شرح شيء بسيط نقدر احنا يعني اللي على قدنا في التصوير نستوعبه إن شلون قدرت مثلا تصيد هذه اللقطه والمسافه كانت ايش كثر وين كان مكانها اوكي هو أو بالنسبه حق التصوير بشكل عام آه والمسابقات خاصه الوايد لايف آه يطلبون الرو اي كاميرا انت تصور فيها فيها مم. فايل رو خام آه فيقارنون بين الصوره اللي انت دزيتها اللي انت عدلت عليها والصوره الاساسيه انك انت ما لعبت بالصوره أي فإذا عندهم شيء مهم هذا الـ صح. الـ 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 الاخلاق بالتصوير <applause> فاذا الصوره ما ملعوب فيها تتاهل وتوصل مراحل ملعوب فيها تطلع من اول مرحله <applause> هذا شيء بالنسبه حق التصوير او خاصه الصوره اللي في فيها بمون فوتو الصوره هاي مصورها بجنوب افريقيا بمحمية <applause> كنت اقعد بهايد تقريبا 12 ساعه يدخلونك بالليل ويطلعونك بالليل اساس الطيور لا تشوف البشر <applause> واذا شافت الاوادم فممكن تبتعد عن الهايد المخبا يعني صحيح فندخل تقريبا خمس أربعة ونص ويطلعوننا سبع فحروه ال 12 ساعه انت تقعد بالهايد الهايد عزكم الله ما في حمام ما في شيء يعطونكم طول ما يصحى وتعيش <applause> <applause> دبر, دبر امورك ضيج <applause> <applause> آه، ما هو سيء يعني احنا ما اقدر اوقف كامل فيعني <applause> في متعب فتخيل انت تقعد تقريبا حروة 12 ساعه شتوفك كذي ماسك الكاميرا هذا بس علمك التصوير علمك الصبر والله صبر تعب تركيز يعني شوفي انا يعني دائما اقول حق الكل انت دافع فلوس وطاق درب صح وشاري معدات وقت الهايد ركز اعتبره مثل شلون الجندي سلاح دائما حط عينك بالكاميرا لا تطوفك اللقطه لان اللقطه نفسها مثل هاي اللقطه ان صارت وما صورتها ما راح عيل انتوا بالتجنيد عندكم سهالات المكان هذا اللي تقعد فيه وتقعد مثل هذه الساعات الطويله عشان تصيد صوره تكون مخطط ولا تنطر الصدفه تجيب لك الشيء اللي عندك لا شوف في شغلات نفس هذا اللي هو يسمونه سلوك بيهيفير behavior انا ما اقدر اتحكم فيه آه. آه ممكن تصير حوشه بين نسرين نفس ما صار بالصوره هذه في تايم معين في ايه يعني في شغلات شوف في شغلات انت تتحكم فيها انت تتحكم بالاضاءه بالخلفيه آه بالعزل آه بفني فنيات الصوره اللي تطلع هذا كله قبل التقاط الصوره من تجهز تقعد بمكانك تضبط انت تسوي تيست شلون نسوي تيست اطالع اشوف اقيس ايه؟ يبين عندي بالميتر انا صورتي اوكي تمام اخذ لقطه اشيك عليها الامور تمام اصور طبعا آه الاضاءه تتغير فانت تغير الاعدادات آه فلازم تنتبه يعني تصوير الساعه 7 الصبح ايوه غير تصوير الظهر غير تصوير العصر تفرق فقلت لك السلوك انا ما اقدر اتحكم فيه البيهيفير ما اقدر اتحكم فيه فالمسابقات ترى اغلبها يبون السلوك آه يبون السلوك وتكون مصور صح لان صحيح هذا اللي يميزك ترى اي لان انت هم يبون شيء ما شافوه يبون بيهيفير ما عمره صار يبون طير نادر بيهيفير نادر يبون اجواء الصوره تكون مو مكرره دائما الحكام لما تدخل تشوف المقابلات وياهم بعد كل مسابقه يقول لك انا ابيها يعني اوريجينال ما شفت شيء بدالها ابي اول ما اشوفها اقول اوف يعني مو يعني شيء جديد اي شيء جديد هذه بروحها يعطيك سكور عالي بالتحكيم لان التحكيم سبع سبع, سبع, سبع وثمان محكمين كل محكم يعطي سكور خاص ويشوفون اخر شيء كم توصل يعني معايير التقييم للصوره بس انها تكون صوره غريبه صوره غريبة. صوره غريبه صوره نادره سلوك نادر اضاءتها زينه طبعا و... لازم شارب الاشياء الاساسيه لازم تكون شارب حاده يعني انت صايدها طبعا لما هني لما اقول شارب طلعت الصوره الشاربنس اذا الصوره فيها سلوك صور مثل هذه الحين طالع الفيديو هذه متعمده محمد هذا متعمد هذه ما شاء الله كلها رصاص اي هذه تصير بالضبط هي شي. هي اسمها اي سي ام انتشنال <applause> كاميرا موفمنت هي بالضبط كني انا قاعد ارسم بريشه او قلم لكن بالكاميرا فانا قاعد احرك ترى هنا يعني مو بس الحق الحيوان قاعد احرك سواء فوق وتحت أه. أه. كل حركه انت تسويها العدسه قاعد تصور لان التصوير هذا يسمونه كانها متحركه الحين اي فهي أخلاك كانها أخلاك يعني موفنج عرفت؟ اي صحيح إيه. جميل جميل زين اليوم لما تطلع إيه عشان تصور هل انت تفكر عشان بتشارك بالمسابقه ولا انت تبي تطلع صوره لك وبعدين اللي طلعت حلوه بتشارك فيها؟ والله شوف <applause> بالنسبه لي انا لا انا اطلع استانس. طلعت صوره حلوه طلعت صوره حلوة لان هي بالنهايه توافيج عرفت؟ انت لا تخطط من الحين ما تبي تحط نفسك بضغط. اي مو بس ضغط ان انت لا تحط يعني اذا 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 حطيت براسك ان الموضوع بس مسابقات ترى في وايد فنانين ما يشاركون مسابقات. يعني في هو بالنسبه له يعني انا هو يقول لنا انا اعرف ناس انا اعرف ناس مصورين اجانب اوروبيين المان يقول انا ما احب اشارك مسابقات انا ما احب احد يقيم صوري انا اشوف صوري حلوه يمكن يخاف هو ممكن يخاف ما يطلع ممكن مركز ممكن زايدة, هو و... ممكن زايده ممكن تكون ثقه زايده لا صوره حلوه انا كنت كل اقول اقول انت لو تشارك راح تفوز م. بس هو خلاص عنده عنده هذه عنده هذا القرار انا ما ابي اشارك فترى مو شرط اذا انا افوز يعني انا احسن واحد ترى في ناس وايد بس انت تفوقت على كم صوره؟ أه 11 11000 وشوي ألف 11, صوره يعني مو شويه يعني إيه هذا دليل كافي ان صورتك <applause> تفوقت على ألف صوره معناته معاييرك جدا مميزه وافضل من غيرك في الصوره اكيد هم شوفي أه المحور اللي انا فزت فيه محور الطيور هو هذا اصعب محور <applause> مو كلامي كلام اي مصور طيور او او اي مصور وايلد لايف ما تقضبه اي لان انت <applause> لا شوف هو ليش يصير صعب لما يصير عدد المصورين اللي يصورون الطيور كبير اها و و والاغلب فيهم مو مصورين عاديين مصورين الأوروبيين قشران صحيح مو يعني استهانه في المصورين العرب ولا تقليل من من قدراتنا الحمد لله يعني مداحرينهم احنا م. بس هم منطقتهم ديرتهم تسهل عليهم العمليه ايه صحيح الطيور تقارب الحيوانات تقارب الله مو مثلنا احنا، احنا نلبس لبس وما تحط عطر <applause> وتقعد بالرطوبة ست ساعات، بعدين تمر سيارة كذي وتخلي الطير يطير. صح تكره عمرك، هناك ما عندهم كذي. لأن احنا لما نسافر فعلاً تشوف أشياء يعني تقول يعني اللي قاعدين هني <applause> ما يخافون. <applause> ما يخافون. الطيور <applause> عندهم <applause> طيور حلوة تصورها عند الدكتور. <applause> عندك طيور حلوة. <applause> زين، اليوم تصوير الطبيعة <applause> والحيوانات له صعوبة أكيد. <applause> لكن اذا بغينا نروح حق المناظر الطبيعيه تقدر انت تقعد وتنطر الغروب ولا الشروق وكذا وهذا يعتبر منظر طبيعي صح هذا سهل لا شوف آه، راحتك للمكان م. يعني انت احسبها هالحسبه الحين احنا مثلا لو احنا عشر مصورين وبنروح مكان بنروح حق ليه انا ليه قدرتي انا وين اوصل بوقف صح يمكن انا ما ما اقدر اتحمل اصعد الجبل صح زين يمكن انت تقدر تصعد تتحمل تصعد الجبل مم. فيك لياقه عندك قوه انت اساسا ما تخاف من عنيد وتبي الا توصل هني تاخذ راح تاخذ صوره احلى مم. اكيد لان ممكن شيء فوق انا ما اشوفه انا ما وصلت له فتصوير الطبيعه واللانسكيب مو سهل بس اكيد مو بصعوبه الوايد انا قاعد اقول لك كل كل انواع التصوير ما هي سهله بس يظل تصوير الوايد لايف صعب لان احنا ما نقدر نتحكم بالحيوانات انا ما اقدر اقول حق الطير يلا الحين سوي لي الحركه ولا هذه ولا وقف هني ولا الاضاءه هني لا انا وين ما هو واقف او شنو قاعد يسوي شنو المطر غبار ثلج بصل ما اقدر يعني ما اقدر اغير ولا شيء فاحاول على على الظروف اللي هي موجوده احاول ان انا اغير بعدادات اللي انا اعرفها يعني عشان شيء لازم المصور يكون عارف حق كاميرته حق كل زر حق كل اوبشن يعرف الليمت مال الكاميرا وين يوصل يدري ممكن الكاميرا توصل اكثر ما هو يدري فيعني فيها 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 وايد هذا هذا بالكويت اي مبين مشكلة هذيلا هذا خذيت عليه جائزه؟ اي هم هذيلا هذا خذيت عليهم جوائز يعني هذيلا الحمد لله يعني الله وفقني فيهم وايد الله حلوه هالصوره اي فوايد فايزين هذيلا هذا كنا مدي استديو يعني اي صح والله هذه الاضاءه هذه هذا وين المنطقه؟ هذه بالدوحه الإضاءة إذا تشوف فوق وتحت، اللي تحت أنعم، اللي تحت بحر. إي نعكس. فإضاءة الشارع منعكسة على البحر على الماي. وال والليت هذا اللي هو مل انا حاطه هذا يعني ليتي الليت اللي فوق دور مدارهم الرم اها فهذا والله زين واصل الليت اللي عنده اي لان الليت ياخذ تقريبا حروه 800 متر فتحطه بعيد وتنطر آه. وهو عاد انت وحظك مر صورت ما مر في عندي وايد صور مثلا يعني تعيسة هذه الصورة أنت كنت رايح مترصد له؟ إيه أها اه. عارف مكانه وعارف شفناه بالدرون تمام شفناه بالدرون وعرفنا أن النثية جاحرة هني خلاص ومكان الجحر كان وايد صعب أن أنا أصور فيه فكنت ما أقدر أنزل لهم لازم هم يصعدون أها أه فتقريبا حرة ال 13 أنا قعدت وياهم مثلا لأن الأم إذا حست أن في خطر ثاني يوم تجي على نفس الجحر الحصانه كلها رايحه عجيب فانا جيب. قاعد اي فانا قاعد وايد بعيد العدسه عندي 500 فمرتاح المدى بعيد فقاعد بعيد يوم عن يوم اسبوع عن اسبوع لين وصلت ما ادري اذا الفيديو موجود قام يلحسون اعزك الله الجوتي والكاميرا خلاص صار الموضوع صحيح. ان انا لما اكون موجود <applause> إيه فهني انا خليت راحتي قمت اصور سبحان الله أيه. محمد ما شاء الله يعني هالابداع في التصوير يا يعني عن هوايه وبعدين درست ولا اساسا كنت حاب انك تتعلم وتعلمت مثلا درسته او خذيت فيه دورات وغيره لا لا دورات ولا شيء صار صدفه اصلا أيه. انستغرام اول ما طلع وكنت اصور بالتليفون بعدين كان برايفت اصلا كان سافي أيه. وقام الاهل والربع والدوام يثنون على صورك اي والله صورك حلوه وما صورك حلوه كني استانس عشان اروح أيه. لي كاميرا كان اصور طير وكانت صوره حدها سيئه يعني <applause> فشافني واحد مصور هنا بالكويت الله يذكره بالخير استاذ محمد خرشيد ودش علي وقال لي امسح امسح الصوره قلت لي ايش الصوره؟ اوف تبي تصوير؟ كذي أيه والله قال لي قلت له والله اتمنى كان يقول تعال ثاني يوم والله رحنا بلشنا والله خذ بيدك يعني والله انا دائما اقول يعني محمد هو يعني مو بس علمني يعني مو رفيجي هو هو استاذ انا اصلا كنت اول ما اصور ما طالع الا صور محمد يعني انا اذا اذا عندي الهام محمد يطلع وياي بالفيديو هذا فانا اذا عندي الهام ولا في كان شخص ملهم بالنسبه لي كان محمد وللحين يعني بس بعدين خلاص انا صار الموضوع ان قمت وصلت قمت ادش على الاوروبيين قمت ادش على المسابقات فقمت اطالع لا انه لا في ناس في ناس قشره بالمجال الحمد لله في كل مجال نقول في مدرسه هذه المدرسه الكلاسيكيه هذه المدرسه الاوروبيه هل بالتصوير نفس الطريقه؟ بالوايد لايف في في ناس تحب في في نوع من التصوير اسمه الهايكي الهايكي اللي هو يصير كل شيء ابيض بابيض مثلا طير ابيض بثلج يصير كامل كل شيء ابيض ما تبين العينه. عجيب. فقط العين او الله طرف الله الجناح فيسمونه هايكي في شيء ثاني يسمونه اللوكي اللي هو العكس يكون كل شيء اسود وال الحيوان او الطير اسود وبس بالصوره كلها تشوف برقه العين. عجيب هذا. عرفت؟ فهذا تكنيك وهذا تكنيك. في ناس تحب تصور اللي هو نفسي انا، انا احب اصور السلو موشن، وايد احب اصور هاي اللي يسمونه اي سي ام انتشنال كاميرا موفمنت اللي هو يصير مثل الرسم. عرفت؟ الله ففي وايد في في وايد مدارس وسلوت اه في سلوت في بانينج في هاي كي لوكي وايد ترى وايد وايد يعني وفي اكثر من مدرسه يعني يعني في في يعني قبل اتذكر طبعا مو انا اتذكر قريت انا توني اصور ما صار لي ست سنين بس في كان مصور كان ينتقد اللي يصورون الهاي كي وكان يعيب عليهم أه. هذا خلل في الحين الهايكي الكل يصور وصار فن عود يعني <applause> صح ففي ناس تحط قواعد وفي ناس لا تعلم قواعد وتكسرها عرفت <applause> فيعني في من مدرسه مدرسة تفرق محمد الاسامي السلحفاه الذهبيه المسيطر شي شلون تنتقي الاسماء اول شيء اي لوحه اللي اسمها المسيطر النسر أي صورة عفوا النسر, النسر. أي. لانه هو كان راس العود اي هو هذا النسر وايد عود <applause> حيل حيل عود مو شويه يعني اسمه لابت فيس اللابت فيس بالشر هذا جدا كبير وشرس الباجي اللي اللي دايس ببطنه اللي <applause> <applause> حاطه اللي طايح هذا هذا يسمونه وايت باكت بالشر كلهم هذيله نفس النوعيه الا هو فكانوا <applause> النسور <الـ تصفيق> شو ايش ياكلون؟ ياكلون الجيف صح الجيف الميته هذا يطقهم 15 واحد كلهم <applause> وخرهم واخذ <الهذا تصفيق> <واخد الهذا> <تصفيق> <واخد> <تصفيق> هذا واحد طق هذا عجيب عرفت؟ هو وايد اكشر هذا. والسلحفات الذهبية؟ السلحفاة الذهبية اسم المسابقة. اوكي. لما سالتهم انا بروسيا على الاسم قلت لهم ليش ليش مسمي يعني شنو معنى المسابقة؟ فقال لي ان السلحفاة ترمز عندهم او حتى عند اوروبا بالحياة او بداية الدنيا عندهم اساطير عندهم او معتقدات ان بدايتها كانت السلحفاة. فبدايه الطبيعه اقصد او الحي او الحيوانات يعتبرون السلحفاه هي البدايه. الذهبيه لانها مسابقه مم. كومبتيشن فمن من جولد شلون الميداليات وهذا فالمسمى يا كذي. اللوحه الثانيه هي رؤيه ضبابيه. اي. اللي هي مالت مالت الفيل. مالت الفيل. ممتاز. مم. يعني مالت الفيل مالت الفيل اللي يشوفها يقول يعني هذه شوفها. مم. مثل ما قالت تو نوره انه كانه فعلا رسمه يعني رسمه بالرصاص صح. او كذا و وانت سميتها الضبابيه فعلا كانه ضباب يعني انا قاعد اشوفه كانه ضباب هو أشوف ورا الفيل هالنوعيه من التصوير يسمونهم ابستراكت اللي هو التجريد والتجريد بال بال بالفن يعتبر الفن التشكيلي التجريد انك انت اذا شفت شيء مو من اول مره تعرفه يعني مو من اول مره تعرفه صح يعني. لازم فيه ومو وفي ساعات تجريد انت اصلا ما راح تعرفه يعني تقعد تطالع لوحه ساعه وكذي ما ادري شنو بس انه في شيء عاجبك عرف فهو يا ضبابيه من كلمه التجريد لان مم. الحين انا جردت يعني انت الحين تدري انه في في الام من فوق وتحت الصغير بس انا جردتها من, من شكل اي شكله طبيعي يعني عرفت مم. فيت من هل من هل من هالاسم فالرؤيه هالاسم فرؤيه ضبابيه من نوع من من كلمه تجريد لان التجريد انت اساسا هو الغموض اللي هو انت اساسا ما ادري شنو هو جميل اليوم قاعد نشوف مجموعه من, من الشباب الصغار قاعد يروحون يتجهون الى شراء كاميرات على اساس ان يدخلون هذا العالم عالم صحيح. التصوير و وفي منهم يعني في عندهم موهبه التصوير ويدخلون دورات قاعد اشوف حتى اونلاين خارج الكويت اليوم انت كمصور محمد وانا اعتبرك اليوم انت من نخبه المصورين في الكويت ونتائجك مثل ما يقولون هي اللي تثبت ذلك. اليوم شنو تنصح الشباب اللي وده تو يجدم على هذه الهوايه وبيشتري كاميرا. شو يسوي؟ شنو الخطوات اللي يسويها عشان يكون مصور ناجح؟ شوف اهم شيء لا يشتري لا, لا يروح يشتري. لا يشتري؟ لا يشتري. يشتري. زين. يروح يشوف ربعه اذا مو اذا مصورين يطلع ويا طلعه يجرب كاميرته. <applause> إذا ربعه مو مصورين يروح يأجر. ليش أنا أقول له يشتري؟ لا يقط فلوسه على شيء وهو ما يدري هو وين بيوصل. <applause> لأن الكاميرات غالية مرخصة الكاميرات على 2000 و3000 والعدسات على 4000 و6000 و7000. فليش يروح يقط له مبلغ وآخر شيء يروح ولأنه ما عرف يصور ممكن هو يكون شاطر ممكن هو يكون مبدع تالنتد بس ما حد مسكه من إيده وعلمه. فيحبط فيحبط ويروح يقط العده وقاط مبلغ عود حرام انا دائما اقول اخذ اي كاميرا وروح جرب كل شيء صور نمل صور اقلام رصاص صور عيالك صور خواتك صور طيور لين انت تشوف شنو تحب شنو تميل له بعدها اخذ العدسه المناسبه حق المحور او فالكاميرا لازم تاخذها على طريقه تصوير مناسبه لك بالضبط يعني انت كل عدسه لها شيء الماكرو حق الاشياء الديتيلز الزوم آه حق الاشياء البعيده اذا انا ما صور طيور اخذ عدسه 500 شيء اسوي فيها فأعرف فهو هو لازم اول شيء يعني اهم شيء اهم شيء انه لا يقط مبلغ يروح يسال ما في اي شيء مثلا انا خل اقول خلينا نقول انا احب تصوير مثلا البورتري او اللي يصورون المودلز اروح اكل منو مصور مودلز بالكويت؟ ما في اسوي سيرش ما يعطونا وي والله شوف انا ما لخ... ما انا اقول دي. لك شوف انا اول ما بلش ما اعطوني وي اي يعني في ناس اسامي معروفه بالكويت ما ما اعطوني وي anyway لكن ما الومه تدري ليش؟ لان هو ممكن يعتقد ان انا بس بضيع وقته صح عرفت ممكن يعني هو الاصح انه يجابلني على الاقل يجاوبني لكن ممكن يشوفني ان انا يعني ممكن اضيع وقته ان انا جاي يمكن ابي على قولتهم احنا نقول الكويت اتلصق فيه في ناس يحسبها كذي <متحدث> او يبي يلعب هذا بيصور <مثل> و... مثلا يعني هو انا ما ابي يعني وقتي وشغلي واعطيه حق واحد او اجابله وهو يعني خلينا نقول مو مهتم فعلا يعني مم. هبه احنا نقول هبه وواي ترى دشوا مجال تصوير بالكويت الحين اه اختفوا زين ليش ما تسوي لكم جمعيه مصورين مثلا فريق المصورين؟ في تسوون دورات تبنون الشباب اه والله شوف يعني انا اه دائما اقول يا ريت يا ريت يكون في كذي لكن اه يعني انا ما احب اكون اه اتكلم بسلبيه لكن تدري في 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 منافسه يعني كل واحد يبي يصير هو صاحب الجمعيه آه، اوكي انا انا بتصوير التب... الطيور لا يحاجيني عرفت ففيها فيها النزعه بس بالمقابل في مصورين وايد وما ما ما اقدر اقول اسامي بس ما ابي ناس في مصورين بالكويت قاعد يعطون المعلومات ببلاش يعني انا لما ادخل دورات مجانيه اونلاين صح مو بس مجانيه ترين والله يعني يعني زام الله خير يطلعون لايف آه يحطون ريلز شرح صح اذا تدش انت عند الاوروبيين هذا كله بفلوس <applause> بس هذا لا حاطين كل شيء يقول لك انا العلم اللي عندي بعطيه حق الناس وخلي يستفيدون ففي ناس فعلا هم يعني يعني والله انا يعني دائما ادخل عليهم حتى لو ما اعرفهم اقول له يزاك يعني نحاول نشجعهم لأنه صراحه شيء قوي صح ان انا اعطي كل المعلومات من وقتها اللي عندي وقته ومن خبرته ومن جهده صح ووقته وشغله ودافع أكيد. فلوس ورايح ويقط محمد عندي سؤال تسمح لي تسوي معارض سويت so, uh, uh, بالكويت سويت سوينا uh, مع uh, ايام ارض المعارض قبل الكورونا م. اتوقع ثلاث معارض وسويت في 2021 بالكورونا م. في اكسبوجر الشارجه اللي هو المهرجان الدولي للتصوير م. وكان تحت رعايه الشيخ uh, سلطان uh, القاسمي وكان كان معرض حلو والله كان معرض زين معرض آه فقط هذا للعرض ولا اقدر اقتني مثلا تقدرين شيء عجبني او كذي ممكن تقدرين تقدرين تشترين كان اسمه ابسنس اوف كلر اوف كلرز اللي هو بلا الوان كانت كل الصور اسود وابيض <applause> وصراحه يعني يعني بالشارجه مهتمين بموضوع التصوير بشكل مبين ما شاء الله من من الحضور يعني والعرض تعبانين عليه فكان شيء شيء قوي يعني زين هذا هذا يسحبني لسؤال اليوم في الكويت عندنا مثل هذه الفعاليات او عندنا من يحتضن هذا الفن فن التصوير والله شوف في بس جروبات مو على مستوى الدوله لا انا اتكلم على مستوى الدوله ما في نهائيا نهائيا ما في اذا ينقصنا يعني هالشيء يعني احنا احنا يعني انا اقول لك اقول لك شيء انا كلموني شارجة قبل الكورونا تدري شنو يبي يسوون؟ اي hey. والله انا انصدمت كلموني عن طريق مكتب الشيخه بنت القاسمي او نسيت اسمها قالوا لي يبون يدربون عندهم طلبه بالمتوسط وبالابتدائي وبالثانوي عجيب على التصوير فشنو يبون؟ يبون ان انا اي واجابل عدد معين واشوف منو المميز عشان يهتمون فيه ويصير يعطونا منحه. فهم يبون المصور الاماراتي يطلع من الصغر يبون آه. واحد يصور وايد لايف، يبون واحد يصور ما ادري شنو، عرفت؟ فماخذين مكلمين مكلمين اكثر من شخص. ترى في بالامارات ترى في هناك مصورين جبارين. وايد يعني مو شويه صراحه. اشوف انا صور. فمهتمين، احنا هني بالكويت ما في، احنا حتى ما في عندنا مسابقه تصوير، كان في مسابقه تصوير وانتهت انلغت. فيعني بالكويت انا دائما اقول الكويتيين أه يعني يعني مساكين كل شيء يعطينا من جيبهم. صح يعني ترى مصورين الربع. من الصعوبات وال... اللي تواجهونها اكيد ايه إيه يعني ترى يكون مكلف. كل شيء عليكم يعني شيء مكلف. يعني اذا انا اذا انا بدفع المعدات وبدفع السفر اوكي هي هوايه وانا احبها وحاط لها ميزانيه بس اذا الدوله ما تدعم بوصل مرحله بقول. بس عاد يعني متى بقط فلوس؟ عرفت؟ فاحنا هذا في عندنا النقص أه و وفي عندنا حالات دعم يعني للاسف يدعمون الشخص الغير مناسب. م. يعني احنا في ناس مثلا دعموهم عليهم بالعافيه بس ماكو شيء. ما في انجاز. ماكو شيء، نهائي ماكو شيء، يعني احنا نستغرب بس ما نقدر نقول معنى فلان الناس تحسبها ان هذا يغار ولا احنا مو والله لا عليه بالعافيه الله يرزق الكل. بس انا اقول حطوا الواحد الصح بالمكان الصح وانا ما اتكلم يعني, يعني نتمنى تكون في هناك لجنه تحت مظله الدوله إيه؟ هذه اللجنه مثل الاتحادات الان أيوة. اتحاد كره القدم وغيره هذا الاتحاد ياخذ مجموعه من الفنانين بالتصوير ويبدون يسوي لهم فعاليات معينه مشاركات لان في النهايه الدوله راح تستفيد منكم بالضبط العيد الوطني راح تطلب من كل واحد صوره صح؟ وطنيه ويستفيدوا منها بالرياضة بالمسابقات الدولية، في النهاية راح ترفعون اسم البلد يعني. اكيد وهذا اللي مطبقينه بالامارات. بالامارات نعرفهم احنا يعني شباب مصورين. قاعد يعدون يعني عدون آه يعني شوف آه لما يطلعون شيوخهم آه ولي العهد ولا الامارات حاطين مصورين اماراتيين والمصورين شطار، الصور اللي قاعد تطلع خيال. صح خيال. صح Uh, ليش؟ لان هذا المصور اساسا شاطر <applause> وهو 100% يحب ديرته واكيد يحب شيوخه فبيبدع ويبي يتنافس، الحين هو مو قاعد يتنافس مع مع, مع يعني مع ناس برا الحين انافس الاسبان والبريطانيين <applause> البريطانيين ولا لا 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 هو قاعد ينافس عمره الحين <applause> يبي يطلع شيء يبي الشيخ لما يشوف الصوره يقول والله كيف ان انا حاط فلان الفلاني <applause> <applause> لان هذه الصوره ما تتكرر. صحيح <applause> خاصه لما يصير مثلا مجلس تعاون ومجلس تعاون احنا نشوف صورنا ونشوف صورهم نقول يعني ترى الكويتيين شطار يعني مو تقليلا باي احد والله كلهم يعني على العين والراس بس والله احنا الكويتيين شطار والاماراتيين يدرون والسعوديين وكلهم كل الدول بس هناك في مظله رعايه هناك في رعايه هناك في اهتمام هناك في دعم الدعم مو بس يكون مادي احنا ما نقول تعالوا غرقونا معنوي صح دعم ما مادي ومعنوي ويعطيك يعني انا الحين مثلا لو بروح ادش محميه ترى انا عشان ادخل محميه بالكويت وانا مصور وايد لايف ترى ايش يبي عشان ادخل قصه صح ليش ما تسهل الاجراءات ليش ليش ما في لجنه حتى صدق حتى لجنه حق المسابقات يعني الحين انا الحين جيتكم انا الحين قاعد عندكم قلت لكم ان مسابقه مونت فوتو اقوى مسابقه واقوى شيء هل في لجنه تشيك لازم تشيك حتى الان اقول لازم في لجنه تشيك صح انا قاعد الف فاهم قصدي صح. قصدي ان لازم يصير تشيك على كل شيء مو بس مو بس اسم المسابقه علي على المسابقه على يصير في لجنه تقيمني انا يعني هل انا والله استاهل في النهايه احنا نقول لك الف مبروك الله يبارك فيك وانت شخص متميز الله يطول عمرك والدوله محتاج منها رعايه <applause> لمثل دولنا. هذا الفن، مثل ما قاعد نشوف معارض للفنون التشكيليه صح وغيره، نبي معارض الى لفنون التصوير بانواعه. اكيد آه عندنا تكريم لك مقدم من اداره القناه وهذا تكريم يعني تكريم متواضع لحضرتك، طلع البوكس هذا عطني بس يجر. شكورين مشكورين ما قصرتوا. أنا ما عندي شيء معلق، <applause> <applause> هذا طبعا تكريم متواضع تسلم تسلم من إدارة القناة وأنت تستحق الكثير صراحة مشكورين ورفعت اسم الكويت تسلم تسلم. ونتمنى أن فعلا الدولة اليوم تتجه إلى هذا الفن وترعاه رعاية يعني خلينا نقول بوضع استراتيجية صحيحة لها مو بس والله لجنه ولا مثلا معرض بسيط أه وعلى قولتهم يخلص تستاهل. لا احنا نحتاج أه مشكورين مشكورين صراحه انا ما اقول لك تستاهل ما هو قدرك تستاهل اكثر صراحه على هالمبادره بالعكس والله ما قصرتوا ومشكورين صراحه ما ايش اقول لكم يعني اخجلتونا <applause> عليك بالعافيه موانسي مشكور موانسي على انجازك باسمك وباسم الكويت وان شاء الله منها دائما للعلى وما نرضى باي جائزه الا تكون الاول ان شاء الله يا ان شاء الله, هلا ومرحبا فيك نورتنا مشكورين. ووصلنا لنهايه حلقه اليوم استمتعنا اليوم بين امن وداخليه وفن تصوير وغيره تنوعنا اليوم في فقراتنا اتمنى انها عجبتكم ونلتقي فيكم ان شاء الله باكر تصبحون على خير تصبحون على خير <applause>